كنا في استقبال الوفد الطوغولي اللي للحق يعني في ظروف جد حسنه، كان استقبال على مستوى مطار دولي رابح بيطات، حيث كانت العمليه جد خفيفه كنا. والان رانا متواجدين معاه في فندق شيراتون اللي راح يعويه ان شاء الله، يعني كل الظروف راهي مهيئه الحمد لله، ما كان حتى اشكال. الدخول سوف يكون على الساعه 3 مساء ان شاء الله في الملعب، الابواب سوف تفتح على الساعه 3 مساء، كل الظروف راهي مهيئه في الملعب، المقاهي وجدناها، الماء وجدناه، الاكل وجدناه، يعني حتى النقاط تاع اللي رايحين يجيبوا المناصرين بالحافلات راهم مضبوطين وكل شيء، يعني راهو مضبوط.